برحب بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. النهارده هنتكلم فيه عن طاقه وتحذيرات مهمه ونصائح مهمه لكل برج من الابراج ليوم الاحد يوم 5 مارس 2023. قبل ما ابتدي في الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك تشجيع للشانل لو انتم بتتابعوني جوه مصر، او تعملوا لاف تشجيع للشانل لو بتتابعوني من بره مصر، وقولوا لي هل بتحبوا فعلا اللي هي النصائح والتحذيرات اليوميه ولا نركز على الشهريه والاسبوعيه اكتر. الناس كتيره طلبت مني ان احنا نتكلم زي نصائح كده سريعه للابراج قبليها بيوم، ده بناء على طلب المشاهدين والمشاهدات ان احنا نركز على طاقه الابراج قبليها بيوم. قولوا لي الفكره دي عجباكم ولا لا، قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه ومن بلد ايه، علشان ببسط جدا اعرف الناس بتتابعني من فين. طيب خلونا نتكلم عن الحالة الفلكية. زي ما قلت ان يوم 7 مارس يوم فلكي مهم جدا جدا وهنتكلم عنه بالتفصيل. فمن اول يوم 6 و7 و8 مارس الايام دي ممكن يبقى فيها خطر كده، خطر عالمي. هتكلم في فيديو اكتر اقول لكم شويه تحذيرات كده مهمه جدا كل الناس لازم تاخد بالها منها. فمن يوم 5 اللي هو يعني تك كير. طيب الشمس موجوده في برج الحوت، القمر موجود في برج الاسد اليوم الثاني على التوالي، فبالتالي ده بيدي بوزيتيف انرجي، بيدي طاقه حلوه جدا للابراج الناريه. فيعني ملوك الحظ بكره هم الابراج الناريه اللي هم اسد وحمل وقوس، انتوا الكينجز اند كوينز اوف ذا داي. طيب خلونا نقول طاقه كل برج من الابراج. برضو احنا عارفين ان عطارد اتنقل لبرج الحوت من يوم 3 مارس، يعني عطارد في الحوت اوريدي، المشتري في الحمل، فينوس موجود في الحمل كمان، المريخ في الجوزاء لسه، نبتون موجود في الحوت، أرانوس في الثور. طيب رشد ده تاثيره ايه على الابراج؟ اول حاجه برج الحمل، انت بكره وان اوف ذا ليدرز يا برج الحمل، بكره يومك حلو قوي، يومك مدعوم جدا، حاسس بثقه في نفسك، مبسوط، فرحان، عندك انرجي حلوه، بتقضي وقت حلو مع البارتنر بتاعك، فبكره يوم من احلى ايامك في الشهر ده يا برج الحمل، استغله جدا جدا لمصلحتك، لو عندك اي مشاوير حاول تنجزها، يوم طاقتك حلوه، واثق في نفسك قوي، عندك كاريزما، محبوب، حاسس بقيمه نفسك، يوم ايجابي، يوم مدعوم جدا جدا، طاقتك حلوه، حاسس ناس بصلك كده بانبهار، كاريزماتيك، فيوم حلو، يوم سبورتيف، يوم انرجيتك جدا يا برج الحمل، ولازم تستغلوه كويس قوي، ويعني تحس كده ان انت حابب حياتك كده، الحياه وردي بالنسبه لك يا برج الحمل، بعد 3 ايام صعبين جدا، يعني النهارده برده كانت طاقتك حلوه يا برج الحمل، قولوا لي النهارده هاو واز يور داي، بس النهارده كان عندك حاجات بتخلصها بتنجزها، فتحس ان في بركه كده في الوقت بتاعك، بتنجز بتخلص، لو وراك شغل بتخلصه، فاستغلوا طاقه النهارده لمصلحتكم يا مواليد برج الحمل. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، وليه تحب نتكلم عن ابراج ايه لشهر مارس الاسبوع الاول، وقولوا لي بتحبوا نتكلم اكتر عن الطاقه العاطفيه ولا العامه، يعني نتكلم اكتر ونركز على العاطفه ولا توقعات عامه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه النهارده. طيب تاني برج هو برج الثور، وده اول ناقوس خطر واول تحذير هيروح لبرج الثور. برج الثور النهارده ممكن اللي هو يوم 5 الحد يوم 5 مارس ممكن يكون طاقتك منخفضه، متضايق، زعلان، متوتر، عندك مشاكل في العيله، عندك حوارات، خناقات، طاقتك مش حلوه، بتتعصب، فيوم بنحذرك من اي خلاف عاطفي مع شريك عاطفي او خلاف عائلي او مشكله في الشغل، عصبيه غير مبرره، طاقتك مش افضل حاجه في الدنيا برج الثور. فانت من الابراج اللي لازم تحذر، لازم تخلي بالها، ما بلاش اي امور فيها مناقشات حد، بلاش صراعات، بلاش تحدي، يعني طاقتك مش افضل حاجه في الدنيا، فانت من الابراج اللي لازم تحذر كويس جدا جدا وتخلي بالها كويس جدا جدا يا برج الثور. فبكره يوم مش حلو او مش سهل او مش سلس بالنسبه لبرج الثور، برج الثور لازم يحذر، بلاش خناقات، بلاش خلافات، والناس تتعامل مع برج الثور تتك كير برده من انه عصبيه، اندفاع، تهور، يعني لسانه طويل كده يعني. طيب برج الجوزاء يوم اجتماعياتك فيه قويه قوي، ما طبعا انت من الابراج المحظوظه، من الابراج المدعومه، من الابراج اللي طاقتها حلوه جدا، حاسس بقيمه نفسك، حاسس بثقه في نفسك، يوم مدعوم، اجتماعياتك حلوه، بتتعرف على ناس جديده، بتشوف ناس جديده، حاسس ان انت الكونكشنز بتاعتك والكوميونيكيشنز بتاعتك حلوه قوي، فيوم مدعوم، يوم حلو، انت مبسوط، فرحان، ناس هتعرفك على ناس، حد هيفيدك، حد هيساعدك، حد هيسبورت يو، فيوم مدعوم، يوم قوي جدا جدا بالنسبه لكم يا مواليد برج الجوزاء. انا بنصحكم ان انتم تستغلوا طاقه بكره في اي حاجه عايزين تخلصوها او تنجزوها. نيجي على مولود برج السرطان، خلي بالك باي حاجه ليها علاقه بصرف او دفع او فلوس او مصاريف، في مصاريف كتيره بتراجع حسابات، حاجات حسابات، او بخناقه مع حد، حد يعصبك، حد ينرفزك، حد يوترك، توتر، تحس ان شغل كتير برده، انت من الابراج اللي يعني يور جود، يعني نوت جود نوت باد يا برج السرطان، يوم متوسط، يوم لطيف، بس عندك شغل كتير، عندك حاسسك بتظبط حاجات كتير، بتظبط دفع مصاريف،
بتظبط مصروفك وتظبط مرتبك، فيوم في شغل كتير بس اتس جود نوت باد خالص يا برج السرطان. حاول انت تهدي اللعبه بس شويه، حاول تنظم وقتك، تنظم مصروفاتك، بلاش تصرف كتير، حاول تنظم حته المصاريف. قولوا لي يا جماعه بتحبوا التوقعات اليوميه والتحذيرات اليوميه، ولا نركز اكتر على النصائح التحذيرات الشهريه والشهريه؟ قولوا لي تحبوا نتكلم على العاطفه اكتر ولا التوقعات العامه؟ طيب ندخل بعد كده على برج الاسد. انتوا يا برج الاسد ملوك الحظ بكره، لان القمر موجود في برجك، كمان فينوس بيدعمك، كمان المشتري بيدعمك، في يوم سبورتيف قوي ليك، يوم داعم ليك، يوم حاسس بقيمه نفسك، علاقاتك حلوه، بتنجز حاجات، مبسوط، تسمع اخبار حلوه، عندك حاجه بتتحقق، امنيه بتتحقق، انجازات بتعملها، الناس بتسقف لك، ناس بتتكلم عنك حلوه قوي، سمعتك حلوه، يوم ولا اروع. استغل لمصلحتك يا برج الاسد، استغل طاقه اليوم ده ان انت تنجز وتخلص، لو عندك مشاوير او عندك حاجات مهمه حاول تنجزها وتخلصها. يوم بالنسبه لك بوزيتيف جدا، ايجابي جدا، داعم جدا، سبورتيف جدا، عندك حد بيعترف لك بحبه، حد بيقول لك ان هو بيحبك، حد عندك رجوع لشخص من الماضي، حد يجي يصالحك، بس احذر من طاقه طرف ثالث يا برج الاسد. ندخل على برج العذراء. برج العذراء بكره يومك مضغوط، يومك فيه شغل، فيه ستريس، فيه ضغط، خلي بالك على صحتك، خلي بالك من حوادث سريعه، حاجات تحس بضغطك بينخفض، هبوط حد في الدائره الدمويه كده، تتخبط في حاجه، فتذكر صحيان شويه برج العذراء. كمان ممكن تحس ان مش تحس انت زهقان كده، تحس ان انت وراك حاجات كتير، تحس ان انت عندك مشاكل عماله بتتصدر لك، فلازم تنظم نفسك من النهارده يا برج العذراء. يوم طويل، يوم مش مدعوم، يوم تحس ان طاقتك منخفضه، تحس ان يوم ملخبط، يوم متوتر شويه، يعني في توتر، في قلق، في ارتباك، يوم انت من الابراج التي يجب ان تحذر. يبقى دلوقتي حد دلوقتي الابراج لازم تحذر، رقم واحد الثور، رقم اتنين العذراء، ممكن نقول السرطان برضو نص نص يعني. بعد كده نتكلم بقى عذراء تكر، يوم صعب، يوم مش سهل، يوم مضغوط، يوم شغل كتير، يوم بتفكر فيه كتير، يوم خايف فيه، قلقان، في طاقه يعني ضغطك، طاقتك منخفضه يا برج، او شغل كتير، وكمان خلي بالك من صحتك، ممكن صحتك تكون متدهوره، خلي بالك من حد يعني، ركز كويس قوي برج السرطان، اكتب النوتس الحاجات المهمه عشان ما توقعش حاجه مهمه منك. ندخل بعد كده على برج الميزان. يومك حلو، طاقتك حلوه، واثق في نفسك، بتخلص ورق، بتخلص انجازات، بتنجز، الناس بتتكلم عنك كويس، بتخلص حاجه ليها علاقه بسفر، بتعمل حاجه بتحبها، امنيه بتتحقق عندك، انت من الابراج اللي هم ملوك الحظ النهارده او يوم 6 مارس يا برج العذراء، 5 مارس يا برج الميزان، فانطلقوا اعملوا اي حاجه ناقصاكوا، طاقتكوا حلوه، انرجي بتاعتكوا حلوه، كواكب كتير بتدعمك، مبسوط، فرحان، بتنجز، الناس بتتكلم عنك حلو، عندك نجاح، عندك تحقيق امنيه، يومك سلس، يومك بتعمل فيه اللي انت عايزه، فبتحقق حاجات نفسك فيها، يومك حلو جدا، يوم مدعوم جدا، يوم طاقته حلوه، حاول تستغلها برج الميزان. نيجي على برج العقرب. برج العقرب احذر من مفاجآت غير ساره، حد يقول لك حاجه تزعلك، حد يعمل لك تعصب، خناقه بينك وبين شريكك مش متوقعه، مشكله سريعه ممكن تحصل، تحس بازمه ماديه او ازمه ماليه، او نفسيتك مش احسن حاجه، عصبيا ونفسيا تحس انت متعصب، مودك وحش، سهل استفزازك، فانتوا من الابراج اللي لازم تخلي بالكوا يا برج العقرب. يومك مش مدعوم بكره، لازم تحذر وتخلي بالك وتركز، واي حد تعمل مع برج العقرب ممكن يكون عندك خناقه مع الشريك بتاعك، مشكله ممكن تحصل، انرجي مش لطيفه، طاقتك منخفضه يا برج العقرب. يبقى برج العقرب ينضم الى، يبقى عقرب، ثور، عذراء، سرطان، تحذروا بكره. برج القوس، انت ملك من ملوك الابراج، فانت مدعوم من القمر في برجك، المشتري في الحمل، فينوس في الحمل، عندك طاقه انجازات، فرحان بنفسك، الناس بتثني عليك، تسمع كلام حلو، عندك شهره، عندك انتشار، عندك طاقه حلوه جدا جدا، يوم مدعوم جدا، ولا اروع ولا اجمل، طاقتك حلوه قوي، علاقتك بتفرح حد بتحبه، بتسمع حد بيحبه كلمه، بتقضي، عندك مكالمه تيجي تفرحك، خبر يجي يفرحك، فيوم مفرح، يوم مبهج، يوم طاقته حلوه جدا جدا يا برج القوس، فانت من الابراج الاكثر حظا والاكثر طاقه. يبقى الابراج ملوك الحظ بكره، رقم واحد الاسد، اثنين الحمل، ثلاثه القوس، اربعه الجوزاء، خمسه الميزان. حلو جدا الجدي، يوم زحمه بس انت هابي، يعني انت راضي عن نفسك، يعني واثق في نفسك، بس يوم في شغل كتير، تفكيرك كتير، حاجات مفاجآت بتحصل كتير، بس اتس نوت جود نوت باد، يعني السرطان والجدي يومين لطاف، يعني ولا انت من الابراج الاكثر حظا ولا انت من الابراج الاقل حظا، يوم لطيف بيعدي يعني، بس حاول ما تاجلش حاجه ضروريه، خلي بالك على صحتك، اهتم بصحتك شويه، حاول ان انت عبر عن مشاعرك لشخص بتحبه، حد جه يكلمك يعني اهتم يا برج الجدي بالبارتنر بتاعك، عبر عن مشاعرك،
خليك شخص كايند وسبورتيف للبارتنر بتاعك. دي النصيحه اللي ممكن اقولها لك. بعد كده برج الدلو، انت لازم تحذر جدا جدا يا برج الدلو. بكره يومك ممكن يحصل حاجه تنرفزك، حاجه تعصبك، خبر وحش تسمعه، حد يقول لك حاجه تطلعك اوت اوف ذا مود، فانت بكره بره المود بتاعك. بكره يوم صعب، يوم مش سهل، يوم مش مدعوم، يوم طاقتك فيه منخفضه، لان القمر في مواجهتك في برج الاسد تعمل لك نرفزه بقى، اللي هو بقى انا بتلكك يا جماعه وطاقتي وحشه، تلاقي حاجات ملخبطه، يومك ملخبط، في تاخيرات، في تعطيلات، يوم مش سهل اطلاقا، يوم صعب مش مدعوم. خلي بالكم يا برج الدلو، يوم مش احسن حاجه بالنسبه لك، فاحذروا احذروا احذروا. نيجي على برج الحوت، انت من ابراج برضو اللي ممكن تكون طاقتك منخفضه شويه. برج الحوت عندك شغل كتير، بتحاول ان انت تنجز، حد ممكن يزعلك، حد يقول لك كلمه تضايقك، حد يقول لك كلمه ما تفرحكش، فانت من الابراج اللي طاقتها مش افضل حاجه في الدنيا. تذكر يا برج الحوت، حد معصبك، في مشاكل، مشكله في العيله ممكن تنرفزك، مشكله في العيله تعصبك، ستريس، ضغط، شغل كتير، مش عارف تنام، صداع، صحتك برضو يا برج الحوت، فانت من ابراج التي تحذر. يبقى ملوك الحظ بكره يا جماعه بالترتيب: 1 الاسد، 2 القوس، 3 الحمر، 4 الجوزاء، 5 الميزان. والبرج اللي بيستريح شويه بعد ضغط هو برج الجدي. برج الجدي كان بقاله يومين ثلاثه مضغوط بسبب ان القمر كان في وجهته في برج السرطان، فبيبدا يستريح عن اليومين اللي فاتوا. الابراج الاقل حظا لازم تحذر وتخلي بالها كويس قوي وتركز كويس جدا: رقم 1 الدلو، رقم 2 الثور، 3 العذراء، 4 العقرب، 5 الحوت، 6 السرطان. بشكركم، بحبكم جدا، اشوفكم في فيديو تاني. وقولوا لي تحبوا نعمل اللي هي التوقعات او التحذيرات اليوميه دي بشكل يومي ولا لا، او قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. ولو انتم من جوه مصر بليز تعملوا لايك، لو انتم من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو، وقولوا لي بتحبوا نتكلم اكتر على التوقعات العاطفيه ولا التوقعات العامه عشان اركز عليها، واختاروا برج من الابراج دي عشان نتكلم عنها النهارده في التوقعات. وقولوا لي تحبوا نتكلم عن طاقه شهر مارس جنرالي ولا الاسبوع التاني. اختاروا الابراج اللي هقول عليها دلوقتي: الدلو، الميزان، السرطان، العذراء. شكرا، باي، مع السلامه، بحبكم جدا، باي باي.